كانت غلطة وتسرعت فيها، يمكن ظروفي وظروفها توفقوا في لحظة، لكن ما بصيتش لاختلافات كتير قوي كانت بيني وبينها. بس ده عادي يعني، مش أي اتنين متجوزين بتحصل بينهم خلافات تبقى الجوازة غلطة. في خلافات ممكن تحتمل، اختلافات تانية مستحيلة، وللأسف اختلافاتي مع صفوة من النوع التاني. المسألة خلاص بقت مسألة وقت مش أكتر. معقولة يا دكتور بالسهولة دي ممكن حد يستغنى عن أي حد، أو كل الحاجات الحلوة اللي بينهم تتقطع بورق الطلاق؟ بالعكس، أصعب قرار في الدنيا ممكن الواحد ياخده هو الانفصال، لكن مادام وصله يبقى خلاص مفيش حل تاني. انت بتحبها؟ مش كل العلاقات بتقوم على الحب، في علاقات بتتولد من احساس الهروب. هروب؟ هروب من ايه؟ هروب من احساس اكبر وابعد، احساس شبه مستحيل. مش فاهمه تقصد ايه باحساس شبه مستحيل ده؟ احساسي بيكي انتي اكتفينا.